وسط رفض دولي، سلطات الاحتلال تواصل سياستها الاستيطانية. التربية تقرر تعطيل المدارس في عدد من المحافظات وتؤخر بداية الدوام في مدارس أخرى. والأمم المتحدة توجه دعوات للحكومة السورية والمعارضة لحضور محادثات سلام في جنيف. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من تلفزيون فلسطين. طالب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري، داعيا الإدارة الأمريكية إلى الدفع باتجاه عقد المؤتمر الدولي لإنهاء الاحتلال. وقرر المجلس تزويد محطة توليد الكهرباء في غزة بمليون لتر إضافي من الوقود، مطالبا المجتمع الدولي بالاستجابة لطلب القيادة بعقد مؤتمر دولي يفضي إلى آلية لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد نحو تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا. افتتح مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية داعيا في الوقت ذاته الإدارة الأمريكية إلى ممارسة دورها بنزاهة وحيادية والدفع باتجاه عقد المؤتمر بعد أن فشلت طيلة 9 أشهر من المفاوضات في إلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية ومتطلبات العملية السلمية. إلى ذلك حذر المجلس من خطورة الوضع الصحي للأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم 63 على التوالي، داعيا مؤسسات المجتمع الدولي واتحاد الصحفيين الدولي إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لإنقاذ الأسير القيق. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تزويد محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بمليون لتر إضافي من الوقود بسبب الأحوال الجوية الصعبة وللتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع. هذا وهاب المجلس بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر ومراعاة شروط السلامة العامة واتباع الإرشادات نتيجة الأحوال الجوية، داعيا الجهات كافة إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة الأحوال الجوية. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين. عين رئيس الوزراء رامي الحمد الله جمال الدجاني مديرا للتواصل الاستراتيجي ومركز الإعلام الحكومي متحدثا للإعلام الأجنبي، ووليد شرفة مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون الإعلام، ويوسف المحمود ناطقا باسم الحكومة للإعلام العربي. وأكد الحمد الله سعي الحكومة لتفعيل دور الإعلام الحكومي على المستوى المحلي والتواصل مع الإعلام الدولي للتأثير على الرأي العام العالمي ونقل قضية شعبنا ومطالبه العادلة في الحرية والاستقلال. أقرت وزارة جيش الاحتلال خططا لبناء 153 وحدة جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. هذا وبعثت الحكومة الكندية رسالة قاسية لإسرائيل بسبب التصعيد ضد أبناء شعبنا وبناء المستوطنات. لم يتوقف المشروع الاستيطاني لدولة الاحتلال لحظة واحدة منذ عقود طويلة. وزارة جيش الاحتلال أقرت خططا لبناء 153 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة، وتحديدا بالقرب من مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي مدينة رام الله، ومجمع مستوطنات غوش عطسيون المقام على أراضي محافظة بيت لحم. بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال جدد التأكيد على دعم حكومته الأعمال الاستيطانية في كل وقت، ولا سيما في هذه الأيام التي يتعرض فيها الاستيطان لحملة إرهابية حسب وصفه. وكانت الحكومة الكندية بعثت رسالة قاسية لإسرائيل بسبب التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا وبناء المستوطنات. وورد في رسالة كندا: كحليف وثيق وكصديق لإسرائيل، تدعو كندا لبذل كل الجهود الممكنة من أجل تقليل العنف والتحريض والمساعدة في تهيئة الظروف للعودة إلى طاولة المفاوضات. بنيامين نتنياهو الداعم الرئيس للمشروع الاستيطاني قدم مزيدا من التسهيلات ورضخ لتهديدات حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بنت، وأقر تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان وفقا لاتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود وحزب البيت اليهودي. سيرأس نتنياهو نفسه اللجنة وسيكون وري درعي نائبا له، لكن دون المس بالصلاحيات التي يخولها القانون الإسرائيلي لوزير الأمن الإسرائيلي موشي يعلون في الضفة الغربية المحتلة.
في المشروع الاستيطاني الأخير تحدت إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية بعد أيام من انتقاد السفير الأمريكي لدى إسرائيل سياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، لأن الاستمرار بالاستيطان يثير التساؤلات بشأن نواياها ومدى الالتزام بتعهداتها السابقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. أما الاتحاد الأوروبي فأكد موقفه من الاستيطان الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية برمتها بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلة. حالة من العزلة الدولية تعيشها إسرائيل حاليا في ظل المواقف الدولية المعلنة إن كان بما يتعلق بالاستيطان أو بمقاطعة بضائع المستوطنات أو الإرهاب العشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين. لتلفزيون فلسطين، دارين غيث. إلى ذلك ندد الأمين العام للأمم المتحدة باستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية داعيا إلى تجميد البناء في المستوطنات. وأعرب بان كيمون لدى مخاطبته مجلس الأمن الدولي أثناء نقاش حول الشرق الأوسط عن قلقه العميق إزاء بناء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة، وأكد أن مواصلة بناء الوحدات الاستيطانية يمثل استخفافا بالشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي. وحول ذلك معنا من القدس المحتلة سيد خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق. مساء الخير. مساء النور. سيد خليل، من الواضح أن هناك تنديد دولي بان كيمون يعني أعرب عن قلقه مرة أخرى تجاه الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية كما يعرب عن قلقه دائما. هل التنديد الدولي ضد الاستيطان سيشكل رادعا لإسرائيل أمام مواصلة يعني البناء في المستوطنات؟ إسرائيل لا ترد لا على بان كيمون أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. هي لديها برنامج واضح تماما باتجاه الاستيطان، وبالتالي اليوم البرنامج الإسرائيلي والائتلاف الحكومي الإسرائيلي المكون من يمين إسرائيلي متطرف يتفق على نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى الاستيطان في الضفة الغربية والقدس كعاصمة أبدية للدولة العبرية، وبالتالي هنالك برنامج إسرائيلي واضح وضع في عام 1979، ويستمر هذا البرنامج لوضع 1 مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية ومن ضمنها مدينة القدس. وموشي يعلون قبل أيام صرح بأن عدد المستوطنين بالضفة قد بلغ 407 ألاف مستوطن، وهنالك 210 ألاف في داخل مدينة القدس. إذن الجانب الإسرائيلي لديه قانونه، لديه برنامجه، أما ما يصدر من هنا ومن هناك أنا باعتقادي لن يقدم ولن يؤخر، لأن البرنامج الإسرائيلي واضح تماما بالاستيطان في داخل. طب ما هي الأمور التي تقدم وتؤخر سيد خليل التفكجي؟ توسع في فترة السلام. ما هي الأمور التي تقدم وتؤخر؟ طبعا بالنسبة لهم الجانب الإسرائيلي هو يبعث رسائل أن القضية الاستيطان هي لا يمكن في قضية لا يمكن أن توقف الاستيطان. حتى نحن عندما ذهبنا إلى قضية في السلام في سواء كانت في أوسلو قبل أوسلو، عندما كانت في واشنطن وواي ريفر وغير ذلك، كان الجانب الإسرائيلي بين الحين والآخر يعلن الاستيطان والوحدات السكنية، حتى أن المستوطنين قد زادوا في فترة عام 1992 حتى اليوم بأكثر من 100%، بمعنى عندما نتكلم 105 آلاف أصبحنا اليوم نتكلم عن 407 آلاف مستوطن بالضفة الغربية. الآن قضية عندما نذهب إلى الأمم المتحدة يكون الفيتو الأمريكي أمامنا، وبالتالي حتى إذا ذهبنا إلى الجنايات الدولية هنالك ضغوطات على السلطة الفلسطينية، وبالتالي الجانب الإسرائيلي لا يهتم لأنه القانون هو يأخذ القانون بيده. طيب سيد خليل التفكجي، إلى أي مدى يساهم عدم شعور المستوطن المتواجد على الأرض الفلسطينية، عدم شعوره بالأمن داخل الأراضي الفلسطينية، إلى أي مدى هذا الأمر يساهم في تخفيف حدة الاستيطان؟ اولا عندما كنا نتكلم عن 105 ألف كان هنالك انتفاضة فلسطينية 87، لكن اليوم هنالك انتفاضة يهودية، يعني هذا نلاحظه في منطقة نابلس لأن هنالك أغلبية يهودية في هذه المنطقة في جنوب غرب نابلس. عندما نتكلم عن إسرائيل كمستوطنة ضخمة، عندما نتكلم عن كتل شمرون في هذه المنطقة، نلاحظ أنهم يهاجمون الكرة الفلسطينية، يمنعون الفلسطينيين من قطف الزيتون، يحرقون المزروعات، يحددون على البيوت.
وبالتالي أنا اعتقادي كل ما ازداد عدد المستوطنين كل ما كانت هنالك عدم خوف بهذا بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية هي الاقتصاد، بمعنى أن هنالك تمويل اقتصادي من الجانب الدولة العبرية إلى هؤلاء المستوطنين، وبالتالي يستطيع أن يتواجد في هذه المنطقة بأقل الأسعار وقربه لأماكن عمله. نحن الآن عندما تجعل هذه المستوطنات ذات أفضلية قومية، بمعنى إعطاء 4 سنوات خدمة، ضرائب قليلة، المواصلات مؤمنة وغير ذلك، هذا يعني تشجيع الاستيطان في داخل الضفة الغربية. طيب سيد خليل، بالنظر للأرض الفلسطينية، سيد خليل لم يتبقى مزيد من الوقت، أريد أن أستفسر منك حول هذه النقطة تحديدا، بالنظر للأرض الفلسطينية والجغرافيا وعدد المستوطنين والمستوطنات ومساحة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية، السؤال المطروح، هل بقي أي متسع لحل الدولتين؟ لا، هناك أكثر من ناس اعترفوا في أول مرة، وكنا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر من مرة، سواء كان على التلفزيون الفلسطيني أو التلفزيونات الآخرة. الجانب الإسرائيلي هو لا يريد إقامة دولة فلسطينية، هو يريد أن يضع كانتونات في داخل الضفة الغربية، لأنه حسب رؤيته أن الدولة الفلسطينية ليست في الضفة الغربية، هي في مكان آخر. وبالتالي هو عندما الاستيطان موجود في داخل الضفة الغربية، المنطقة المبنية لا تتعدى 1.6% ساحة الضفة الغربية، المخططات الهيكلية 6%، لكن هو يسيطر على أكثر من 70% من الضفة الغربية. بالإضافة إلى ذلك التواجد التواصل الجغرافي غير موجود في داخل الضفة الغربية. عندما تريد أن تقدم من منطقة نابلس أو جنين إلى منطقة رام الله تقطع في منطقة زعترة، عندما تريد أن تذهب من رام الله إلى الخليل تقطع في منطقة الكونتينر. وبالتالي الجانب الإسرائيلي استطاع أن يرسم الحدود الدولة وكيف ستكون شكل الدولة المستقبلية عن طريق الجدار من الناحية الغربية ومنطقة الأغوار من الناحية الشرقية، مقطعة الأوصال في الوسط. شكرا جزيلا لك سيد خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، شكرا على هذه المشاركة، كنت معنا من القدس المحتلة. أعلن مدير عام المتابعة الميدانية في وزارة التربية والتعليم العالي محمد القبج عن تفاصيل دوام المدارس يوم غد الأربعاء في محافظات الضفة الغربية، وقال القبج إن يوم غد الأربعاء سيكون يوم دوام رسمي كالمعتاد في مديريتي جنين وقباطية، أما في طوباس وطول كرم وقلقيلية وسلفيت وأريحة وبيت لحم والقدس وضواحي القدس فسيبدأ الدوام فيها يوم غد الساعة 9 صباحا. وتابع القبج أن مديريتي نابلس وجنوب نابلس ستعطل الدوام للصفوف من الأول حتى الصف الرابع، وبقية الصفوف سيكون دوامها الساعة 9 صباحا. وقال إن مديريات رام الله والبيري والخليل وشمال الخليل وجنوب الخليل ويطا أعلنت عطلة رسمية يوم غد الأربعاء جراء تراكم الثلوج. هذا وقالت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يستمر هذه الليلة غائما وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتسقط زخات من الثلج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر. معنا من رام الله الزميل هارون عمايري. هارون، مساء الخير، وكيف تبدو الصورة حيث أنت؟ نعم زميل عيد، مساء النور، وكما كان هو متوقع تساقطت الثلوج بكثافة على محافظة رام الله والبيري وحسب الارتفاعات التي أعلن عنها هذا اليوم. المتوقع أيضا أن تتساقط الثلوج أيضا خلال ساعات المساء وحتى فجر يوم غد. سلطات الاحتلال أغلقت قبل قليل الشارع المؤدي إلى محافظة رام الله والبيري عبر حاجز بيت إيل، كما قامت بإغلاق شارع 60 وهو الرابط ما بين محافظة هارون. أين أنت الآن؟ هل أنت في غرفة الطوارئ؟ يعني نعم عيد، نحن ضمن المتابعة اليومية لمجريات الأحداث وأيضا العمل اليومي للمؤسسات الرسمية والبلديات، نقف هنا في غرفة العمليات المركزية لشرطة محافظة رام الله والبيري. هذه الغرفة يتم تلقي فيها المكالمات من قبل المواطنين والعالقين بمركباتهم وكافة الحالات الخاصة من قبل الأهالي والمواطنين في أرجاء المحافظة، ويتم تلبية النداء سريعا
خدمة للمواطنين وخدمة لأبناء شعبنا. سوف نتحدث عن العمل اليومي للشرطة، ونتحدث أيضا عن أحداث اليوم وخاصة بعد تساقط الثلوج بكثافة على محافظة رام الله والبيرة مع العقيد عبد اللطيف القدومي مدير عام شرطة محافظة رام الله والبيرة. مساء الخير. مساء الخير أخي هارون. يعني جهودكم مباركة، واليوم يعني عمل متواصل من قبل هؤلاء الشبان خدمة لأبناء شعبنا. ما الرسالة من هنا من غرفة العمليات لكافة أبناء شعبنا بهذه الجهود؟ يعني أخي هارون، بداية المؤسسة الشرطية كغيرها من المؤسسات الشريكة أنهت ورفعت جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي، فمنذ يوم أمس تم نشر وتوزيع جميع دوريات الشرطة في جميع مناطق الاختصاص في محافظة رام الله والبيرة، بهدف أولا تعزيز الحالة الأمنية في المحافظة، وأيضا حتى يكون لدينا سرعة استجابة سريعة للتعامل مع جميع البلاغات والإشارات الواردة لغرفة عمليات الشرطة وتقديم الخدمات وتلبية احتياجات جميع المواطنين. نعم، يعني هنا الشبان كيف يتلقون المكالمات، وكيف هي يعني او كيف كانت الاستعدادات من اجل هذا اليوم وخلال هذا المنخفض؟ يعني كما تحدثت الاستعدادات كانت على اكمل وجه للمؤسسة الشرطية، فكانت تعليمات السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة على ان تكون جميع الشرطة بجاهزيتها، وتم تسخير كافة الامكانيات لهذه الغاية. جميع الاشارات والبلاغات التي ترد الى غرفة العمليات يتم التعامل معها مباشرة بالتعاون والتنسيق مع جميع جهات الاختصاص الشريكة والطواقم التي تعمل بالميدان. نعم سيادة العقيد، يعني لو تحدثنا عن أبرز العمليات التي تلقتها غرفة العمليات اليوم من أحداث في محافظة رام الله والبيرة، أكان ذلك من خدمة للسائقين أم كان ذلك من خدمة للأهالي في بيوتهم؟ لو تحدثنا عن بعض الحالات التي حصلت خلال هذا اليوم وخاصة بعد تساقط الثلوج. يعني كان هناك عدد من حوادث السير التي تم التعامل معها من قبل الحوادث المرورية، وأيضا كان هناك عملية بدنا نقول نقل لممرضين وأطباء للمستشفيات، بالإضافة كمان تم التعامل مع المركبات العالقة من قبل الطواقم الشرطية. وكما سمعت يعني قبل قليل وأثناء وجودنا بغرفة العمليات كان هناك إشارة وردت من أحد المواطنين بحاجة لدواء، وتم تحريك إحدى الدوريات لتلبية احتياج المواطن. نعم سيادة العقيد، أيضا في الحديث عن يعني الدور التكاملي للمؤسسة الشرطية خلال هذه الأحداث، يعني كما أنتم تقومون بدوركم في خدمة أبناء شعبنا بما يتعلق من احتياجات المنخفض، هناك أيضا يعني القوات وعناصر الشرطة منتشرة لأي طارئ آخر بما يتعلق يعني تجار المخدرات، وهم يستغلون هذه الظروف، وأيضا السارقين وغير ذلك يعني في ظل هذه الظروف. كما تحدثت الغاية الأولى والهدف الأول كان من عملية نشر الدوريات منذ يوم أمس وتعزيز هو تعزيز الحالة الأمنية في المدينة في المحافظة بشكل كامل في جميع مناطق الاختصاص، حتى لا يكون هناك عملية بالعبث بممتلكات المواطنين بهدف الحفاظ على جميع الممتلكات العامة والخاصة. نعم. نسمع الآن يعني نداء عبر الهاتف من أحد المواطنين يطلب النجدة في أحد المناطق. يعني لو تحدثنا لو يعني بعجالة يعني أبرز الحالات التي حصلت مساء هذا اليوم من يعني واتصال وارد من قبل الأهالي. مساء الخير. تفضل، نتحدث مع السيد طاهر غريب وهو مدير العمليات في شرطة محافظة رام الله والبيرة. مساء الخير. مساء النور إليك ولجميع المشاهدين أخي هارون. ولو بعجالة تحدثنا عن يعني أبرز الأحداث التي حصلت خلال هذا اليوم وبالتحديد بعد سقوط الثلوج. صحيح هارون، كالعادة كما فضل السيد العقيد عبد اللطيف القدومي، تم رفع جاهزية شرطة محافظة رام الله في خصوص سؤالك والأحداث التي حصلت في الساعات الأخيرة الماضية. تم التعامل مع عدد من الحالات، تأمين مواطنين إلى منازلهم أو أماكن أخرى عدد 22 حالة، مساعدة مركبات عالقة 5 مركبات، نقل مرضى من وإلى المشافي 4 حالات، طبعا بالتعاون مع إخواننا في الدفع في الدفع الرباعي وبقية الأجهزة الأمنية ومن الدفاع المدني وإخواننا في الصحة. كما تم التعامل مع عدد من حوادث السير، أضرار مادية عدد 5 حوادث سير في الأربع ساعات الماضية، 4 3 حوادث سير نتج عنها إصابة بسيطة والحمد لله.
شكرا لك وشكرا لكم جميعا. وكما شاهدنا يعني زميلي عايد وكافة المشاهدين يعني هنا خلية نحل تعمل على مدار الساعة من أجل خدمة أبناء شعبنا وبالتحديد كل الشكر والتقدير لك هارون عمايري ولخلية النحل من أبناء الشرطة الفلسطينية، وكذلك الشكر لقوات الأمن الوطني هارون التي وفرت سيارة لك ولطاقم تلفزيون فلسطين وأيضا كمان الشكر عايد لكافة الزملاء الذين فلسطين. يتابعون يواصلون الليل بالنهار من أجل تغطية الأحداث في كافة محافظات الوطن وبالتحديد في محافظة رام الله والبير. شكرا جزيلا لك ولضيوفك هارون عمايري مراسلنا في رام الله. نتحول إلى الخليل مع الزميل ساري العواوي. ساري مساء الخير، وكيف تبدو الصورة في محافظة الخليل وجهود فرقة وغرفة الطوارئ؟ يعني الخليل كما أعلن كامل حميد محافظ الخليل خلال مؤتمر صحفي عقد في غرفة العمليات المشتركة في قيادة الأمن الوطني في محافظة الخليل، هي محافظة آمنة نتيجة تكاثف الجهود الرسمية والشعبية والأهلية والمتطوعين وكافة المؤسسات التي شاركت لمواجهة هذا المنخفض القطبي الذي ضرب البلاد. قبل قليل أصدرت غرفة العمليات المشتركة في المحافظة تقريرا قالت فيه بأن أكثر من 1370 حالة نداء واستغاثة تعاملت معهم في أرجاء مختلفة من محافظة الخليل التي كان لها النصيب الأكبر من هذا الزائر الأبيض الذي يضرب البلاد بطبيعة الحال نتيجة ارتفاع محافظة الخليل عن مستوى سطح البحر أكثر من 900 متر، وبالتالي يكون لها النصيب الأكبر من هذا الزائر الأبيض في الذي يضرب البلاد في الجنوب تحديدا في محافظة الخليل. محافظة الخليل تحديدا اليوم غرف الطوارئ عملت على تلبية نداءات واستغاثات المواطنين من خلال غرف الطوارئ وغرف العمليات المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة. هناك الهلال الأحمر، الدفع الرباعي، فرق النشامة، الهلال الأحمر والدفاع المدني، وأيضا الشرطة والأمن الوطني والأمن الوقائي، وكافة المواطنين الذين حققوا تكافلا اجتماعيا رائعا في هذه المحافظة لمواجهة هذا المنخفض بأقل الخسائر الممكنة في البلدة القديمة. كما ذكرنا سابقا هناك جهود أيضا حثيثة تبذل من إقليم حركة فتح في البلدة القديمة من خلال توصيل الطعام لكافة المواطنين واستمرارية عمل تكية سيدنا إبراهيم وأيضا تصريف المياه في البلدة القديمة. وأيضا ما زالت الجهود متواصلة حتى اللحظة، كنا نشاهد الآليات تعمل في هذه اللحظات على فتح الطرق ومواصلة فتح الطرق لتسهيل حركة المواطنين، وذلك بعد أن قال أو تنبأ الراصد الجوي الفلسطيني بأن الفرصة ما زالت مهيئة بتساقط العديد من الثلوج في هذه الليلة، وربما ستمتد تساقط الثلوج ليوم غد تحديدا لبعد ظهر يوم غد، وبالتالي هناك تتوسع دائرة التحذيرات ليوم غد في ساعات الصباح تحديدا من الانجماد من التزحلق. وما زالت الأرصاد الجوية تتابع هذه القضية وأكدت بأن هناك ما زالت الفرصة مهيئة لتساقط العديد من الثلوج على محافظة الخليل التي تواصل العمل الدؤوب من كافة الجهات الرسمية والأهلية في البلديات وكافة الأجهزة الأمنية لمواجهة هذا المنخفض بأقل الخسائر الممكنة، وبالتالي محافظة الخليل ما زالت آمنة دون أي حادث يذكر في محافظة الخليل، وكافة الحوادث هي حوادث طبيعية تعاملت معها غرف الطوارئ في محافظة الخليل. ساري العويوي من الخليل شكرا لك. قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن أطباء السجون يهددون بإطعام الأسير المضرب عن الطعام منذ 63 يوما. الصحفي محمد القيق قسريا في تلك الأثناء تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية غدا الأربعاء جلسة للنظر في طلب الالتماس لإطلاق سراح الأسير القيق وإلغاء اعتقاله الإداري. إلى ذلك نظم الصحفيون من الداخل وقفة تضامنية مع الصحفي الأسير محمد القيق أمام مستشفى العفولي الذي انتقل إليه بعد تدهور حالته الصحية. عقب إصراره على كسر السجان أو الموت شهيدا، خرج صحفي داخل الفلسطيني بوقفة احتجاجية أمام مستشفى العفولي الشمالي الداخل تضامنا مع الصحفي الأسير محمد القيق الذي يرقد أسيرا خلف هذه الجدران ليدخل يومه 63 مضربا عن الطعام بمعركة قرر الخروج منها منتصرا. كل الداخل الفلسطيني نقول لمحمد القيق أننا معك يا محمد وأننا لن نسمح بأن يستفردوا بك، ولذلك يعني نضالنا
في الكنيست ونضالنا الشعبي هنا وغدا في المحكمة العليا، ولذلك نحن نطالب بالإطلاق الفوري والإفراج عن محمد القيق وعن كل المعتقلين الإداريين، ونقول لمحمد القيق أننا معك حتى الحرية. التزاما بمبادئهم وإيمانهم بحرية العمل الصحفي من جانب، وانتمائهم الفلسطيني الوطني الذي يرفض التجزئة من الجانب الآخر، وقف صحفي الداخل وقفة موحدة توافدوا ليشاركوا فيها من شتى المناطق والبلدات، مدفوعين بمواقفهم الحرة التي دعتهم للتجند من أجل دعم قضية عادلة يخوضها القيق وتمثل كل واحد فيهم. هذه عملية إخراس وكم للأفواه، ونحن لن نرضى ولن نقبل، وشعبنا الفلسطيني لن يرضى أن يبقى الاحتلال دون أن يحتج من هم تحت الاحتلال عليه، ولذلك جئنا هناك نرفع صوتنا، ونحن بمثابة أخوة وزملاء وأهل لمحمد القيق لن نكل ولن نمل، وسنبقى نحتج باب المستشفى هنا حتى يتم الإفراج عنه ويعود لزوجته ولأطفاله. انتهاك الحريات على مختلف مستوياتها وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي والعمل الصحفي، خط أحمر تجاوزته إسرائيل في الأونة الأخيرة بمحاولة لإخماد وكتم الصوت الفلسطيني، ليكون القيق آخر فرائسها الذي ورغم سوء حالته الصحية التي تتدهور يوميا اتخذ قرارا لا عودة عنه، فإما العيش بكرامة أو الاستشهاد في سبيل الحرية والدفاع عن مبدأ غير قابل للمساومة. من شتى أنحاء البلاد توافدوا ليطلقوا صرخة دعم للقيق، داعينه إلى الاستمرار بالتحدي حتى يتعلم السجان كيف يكون الصمود وحده قوتا كافيا لنيل الكرامة والحرية. من أمام مستشفى العفو لسلام مشرقي، تلفزيون فلسطين. وجهت الأمم المتحدة دعوات للحكومة السورية والمعارضة للمشاركة في محادثات السلام المقرر أن تبدأ في جنيف يوم الجمعة القادم، ولم يذكر بيان أصدرته المنظمة الدولية تفاصيل بشأن المدعوين أو عدد الجماعات التي قد تشارك. وينص القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي في 18 من ديسمبر عام 2015 بالإجماع على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير المقبل، ويدعو لتشكيل حكومة انتقالية. إلى ذلك قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو إن تركيا ستقاطع محادثات السلام السورية المزمعة هذا الأسبوع إذا دعي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إليها ضمن فريق التفاوض. وأضاف أوغلو أن حزب الاتحاد الديمقراطي هو منظمة إرهابية. ميدانيا، قتل 24 شخصا في تفجيرين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما في مدينة حمص السورية التي تسيطر عليها الحكومة. وأفادت وسائل إعلام سورية أن التفجير الأول نفذ بسيارة ملغومة استهدفت نقطة تفتيش أمنية، بينما وقع الثاني بعد أن فجر انتحاري حزاما ناسفا. أعلنت رئاسة البرلمان التونسي تشكيل كتلة جديدة تضم 22 نائبا من المستقلين من كتلة حزب نداء تونس تحت اسم كتلة الحرة، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية. ويعني تشكيل هذه الكتلة أن حركة النهضة الإسلامية الشريكة في الائتلاف الحكومي باتت الكتلة الأكبر في البرلمان بواقع 69 نائبا، في حين تراجع حزب نداء تونس إلى 64 مقعدا بعد استقالة 22 نائبا. وبالعودة إلى أخبارنا المحلية، توافق اليوم الذكرى الثامنة لرحيل القائد الوطني والأممي مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية الحكيم جورج حبش، الذي توفي في العاصمة الأردنية عمان ودفن فيها عام 2008. هي الذكرى الثامنة لرحيل أحد أبرز رجالات الثورة الفلسطينية وقادتها. هي ذكرى رحيل مؤسس حركة القوميين العرب ومؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأمينها العام الأول جورج حبش، أو حكيم الثورة كما أسماه الرئيس الراحل أبو عمار. جورج حبش المهجر من مدينة اللد حمل معه آلام النكبة والقضية منذ ريعان شبابه، رافضا كل الطرق والمسارات سوى طريق الكفاح نحو تحرير فلسطين. الحكيم صاحب الحس الثوري الوحدوي،
قاد ورفاقه الجبهة الشعبية في مراحل الثورة كافة تحت سقف الوحدة الوطنية واستقلالية القرار الفلسطيني، فكان زعيما لنهج المعارضة السياسية داخل منظمة التحرير من ناحية، وصمام الأمان أمام كل محاولات تمزيق الوحدة الوطنية وفرض الوصاية الخارجية على شعبنا من ناحية أخرى. نعم، كان حبش رفيق الكفاح وحكيم السياسة وشريك المواجهة في الميدان وحصنا من حصون وحدة شعبنا في كافة المراحل. على ضوء الاقتتال القائم في الساحة الفلسطينية الذي قام واللي ممكن أن يستمر في الساحة الفلسطينية، اسمحوا لي أن أقول ستكون آثار هذا الأسلوب مدمرة للجميع. هو القائد الوطني والقومي والأممي الذي رأى في القضية الفلسطينية قضية قومية بالدرجة الأولى وقضية تحرر إنساني أممي. نهج الحكيم كان انعكاسا لمزيج من الأفكار الثورية التي لا تقبل التأويل، لأن كل مضامينها تحمل معنى واحدا ألا وهو فلسطين. جورج حبش كان نقطة التقاء مختلف أطراف المشهد الفلسطيني وصورة جميلة من صور التعددية الفكرية والوطنية التي عبر عنها ببلاغة عندما قال: أنا مسيحي الديانة، إسلامي التربية، اشتراكي الانتماء. هو القائد الذي آمن بأن الجماهير هي رافعة الفكرة وأن الثورة أتت لا لتحقيق الممكن بل لتحقيق المستحيل. يراهنون على انتهاء ثورتنا، خسئوا. ثورتنا وشعبنا وجماهيرنا أكبر من كافة القوى التي تنتظر احتوائها أو تنتظر انشطارها أو تنتظر تفريغها. رحل جورج حبش ومن قبله أبو علي مصطفى والكثير من قادة الثورة، لكن النهج الثوري لم ولن يرحل، وسيبقى شعبنا منجبا للمناضلين الذين يمدون أجسادهم جسرا نحو الحرية. مهما طال الزمن سنحتفل حتما بتحرير الأرض، تحرير القدس. زيد أبو شمعة، تلفزيون فلسطين. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. في العاصمة الأردنية عمان بحثت لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات في الأردن مع وفد من مجلس العموم البريطاني. بدعوة من لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني وبالتنسيق مع منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، زار وفد من مجلس العموم البريطاني الأردن بهدف الاطلاع على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات بشكل يومي من قبل سلطات الاحتلال. أردنا أن يستمعوا من القيادات الأردنية الرسمية منها والشعبية على أسباب القلق الأردني على المستوى الشعبي والرسمي، لماذا الأردن قلق على ما يجري في فلسطين المحتلة عموما وفي القدس، وخاصة لكي يطلعوا على الجرائم الإسرائيلية هناك وكيفية معالجة هذه الجرائم والجهد المطلوب من الجميع سواء في المستويات الرسمية أو الشعبية في العالم العربي أو في الغرب أو في أمريكا وأوروبا، كيف يمكن أن نساعد الفلسطينيين في الوصول إلى حل من خلال الضغط على الحكومات الأوروبية لتغيير مواقفها السياسية تجاه القضية الفلسطينية. وخلال هذه الزيارة تم التركيز على المخيمات الفلسطينية ودعم الأردني للاجئين الفلسطينيين، فزار وفد مجلس العموم البريطاني بعض هذه المخيمات والتقوا مع رؤساء لجان تحسين خدمات المخيمات 13 في الأردن، والتقوا مع عدد من سكان المخيم للحديث عن قضاياهم والمشاكل التي يعانون منها وتمسكهم بحق العودة إلى فلسطين. قام الوفد بزيارة إلى مخيم الأمير حسن والتقى مع رؤساء لجان تحسين المخيمات واستمع من اللاجئين المقيمين في المخيم إلى بعض المشاكل التي تواجههم، وأصر
المتواجدين في المخيم أبناء المخيمات أن حق العودة حق مقدس لا يستطيع أيا كان أن يتنازل عن هذا الحق. وتهدف هذه الزيارة إلى إطلاع الوفد على جهود الأردن لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتوضيح مدى القلق الرسمي والشعبي من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها حكومة الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى تحديداً. حجم الضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون في الداخل وشتات وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والدينية في فلسطين من قبل سلطات الاحتلال من انتهاكات هي أهم ما سيذكر في التقرير الذي تسعى لجنة فلسطين النيابية الحصول عليه من قبل وفد مجلس العموم البريطاني بعد هذه الزيارة ليشكل ورقة ضغط على الحكومة البريطانية. لتلفزيون فلسطين أروى حماد، عمان. وبتقرير الزميلة أروى حماد نأتي إلى ختام النشرة. الآن نعود نذكر بأبرز العناوين. وسط رفض دولي، سلطات الاحتلال تواصل سياستها الاستيطانية. التربية تقرر تعطيل المدارس في عدد من المحافظات وتؤخر بداية الدوام في مدارس أخرى. الأمم المتحدة توجه دعوات للحكومة السورية والمعارضة لحضور محادثات سلام في جنيف. أشكركم على حسن المتابعة، هذه تحيات طاقم العمل وزميلي المخرج حسن النجار، دائما تحياتي لكم، إلى اللقاء.